الصورة اللي احنا شايفينها دلوقتي دي واللي اتصدرت الترند خلال الأيام اللي فاتت بأكتر من مليون منشور على وسائل التواصل الاجتماعي المختلفة مش من دولة عربية، ولكنها زي ما احنا شايفين الصورة متصورة في بريطانيا وتحديدا من على جسر لندن، واللي كان ماشي عليه آلاف المواطنين الإنجليز للتعبير عن دعمهم لأهلنا في غزة. والصورة زي ما احنا شايفين صورها شخص من شباك واحد من المباني المطلة على جسر لندن عشان يوري الناس أعداد المتظاهرين واللي خرجوا كلهم للمطالبة بوقف الحرب والتنديد بالمجازر الإسرائيلية في القطاع. وبعيدا عن الصورة دي كان في عدد من الفيديوز اللي انتشرت بقوة خلال الأيام اللي فاتت من بلاد كتيرة جدا لدعم فلسطين، ولكن كان أكتر فيديو اتفاعل معاه الناس جدا كان فيديو طلاب جامعة هارفارد في أمريكا واللي خرجوا برضو في مظاهرات للتنديد بالعنف الإسرائيلي.